معلش بس كلمتين فري ستايل كده ارتجال عن ماتش الضحك الكروي اللي شفته دلوقتي بتاع الاهلي دوت. بص انا حاسس ان المدير الفني الجديد ده هيتظلم، فاهم ازاي بقى يتظلم؟ علشان الراجل ده اتحط في درجة رابعة، عدى درجة تالتة، عدى درجة تانية، عدى درجة اولى، وصل مركز خامس وسط فرق فطحلة في الدوري البرتغالي، وده دوري مش صغير، ودخل الفرقة بتاعته بطولة أوروبية، فاهم حاجة؟ يعني الدوري ده سوري المدرب ده ما جاتلوش مؤشرة، مش زي تشافي أم ماسك برشلونة، مش زي زين الدين زيدان أم ماسك ريال مدريد، فاهم؟ الراجل ده اتمرمط ومدرب كفحتاجي، فاهم حاجة؟ لكن لما تيجي اللعيبة بتاعتك، فاهم، مش عارفة تعمل ثرو باس، مش عارفة تلعب اوت، مش عارفة تقفل هجمة، مش عارفين يعملوا هجمة كده 8 9 10 باصات مظبوطين بثرو باس كده في آخرهم مظبوط تتحط جون، اللعيبة بتاعتك ما عندهاش البيزكس بتاعت كرة القدم أصلا. هل ده بقى تلاحم مواسم اول ماتش لمدير فني؟ فانا قاعد اصلا قبل الماتش انا قلت الاهلي يكسب 4 مرتاح، اللعيبه هتفحت نفسها عشان توري اداء للراجل اللي جاي جديد دوت، فشوف اللي انا شفته ده، يبقى الراجل ده فاهم، الراجل ده دي مش مشكلته اطلاقا، فاهم؟ احنا عندنا مشكله في اللعيبه ايا كانت ايه المشكله دي بقى، انا مش عارف ايه هي بالظبط. بس anyway انا مش عايز الناس تظلم الراجل ده، مش عايز الغطرسه المصريه تطلع عليه. انت كان عندك احسن مدير فني في افريقيا وكانوا بيطلعوا يمسحوا بيه البلاط في التلفزيونات، واحنا السبب في الوضع اللي موجود دلوقتي، فاهم؟ سواء من سوء اتحاد الكوره في تنظيم الرياضه في مصر بشكل عام، او سواء فاهم من اراء الجمهور اللي هو اكتر جمهور بيفهم كوره في العالم، وانت اصلا فاهم ان المنتخب بتاعك ما بيعرفش يلعب كوره اساسا، فاهم؟ بس